دراسة بتقول 9 حاجات لازم يعملهم الأب لو عنده بنت. نركز بقى شوية معانا كده يا ولاد عشان دي حاجة مهمة جدا 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 هتأثر في حياة كل بنت. نمرة 1، اهتم دايما ببنتك، اديها الإحساس بالأمان والحب، احضنها قبل ما تنام وبعد ما تصحى ولما ترجع من المدرسة وهي رايحة المدرسة. 2، شبعها ماديا ومعنويا، ولما ترفض لها طلب اشرح لها السبب بطريقة تناسب عقلها. 3، اخرج معاها لوحدها، لما البنت تكبر شوية اعمل يوم اخرجوا انتوا الاتنين لوحدكم، اتكلموا مع بعض، اعزمها على غدا بتحبه، جيب لها حتى ورد. 4، بنتك دايما هتقلدك، فلازم تركز في تصرفاتك وكلامك وهزارك، ودايما قول لهم شكرا لكل حاجة كويسة بيعملوها. 5، احترم خصوصيتها، ومن وهي طفلة على فكرة خبط على باب اوضتها قبل ما تدخل، اديها احساس انها متصانة، حسسها دايما بثقتك فيها. 6، قول لها دايما انك في ظهرها وسندها، واديها الثقة بالنفس، وحملها في نفس الوقت المسؤولية ولو بسيطة، وعرفها اخطائها واكشف لها نقاط القوة في شخصيتها. 7، خليك دايما جنبها في كل لحظات حياتها، حسسها بجمالها، قول لها قد ايه ان هي جميلة وانك هتفضل سندها لاخر العمر. اتصل بيها مخصوص مهما كنت مشغول في شغلك، اسألها عن يومها، اصحابها، مبسوطة ولا لا، حسسها بحنيتك واهتمامك. 9، خليك دايما اختيارها الاول لما تقابل مشكلة او موقف اكبر منها، تلجأ لك انت، تقف جنبها لانها بتحبك مش خوف منك. الخبر الرابع